كان من خلالها فريق الجيش الملكي من تسجيل هدف السابق. ونحن نتابع هذه الحالة التي تم من خلالها واللقطة التي تم من خلالها تسجيل الهدف لفائدة فريق الجيش الملكي، والتوقيع كان للاعب عبد السلام بن جلون في الوقت بدل الضائع، وطبعا وهو يغالط دفاع فريق الرجاء البيضاوي ويمنح فريق الجيش الملكي هدف السابق في هذه المقابلة التي تجرى بحضور حوالي 10,000 طبعا متابع أكيد تابع راحة. ونحن نتابع الهدف الوحيد المسجل خلال الجولة الأولى في آخر أنفاس الوقت بدل الضائع إلى اللقاء.